يا عم يا عم افهمنا انا في ذلك افهمنا انا في ذلك انت بس سهلي على ابنك وهي بتتيسر. ابني اقول لك دبر لك عمل اول وبعدين تعال اخطب شوف لك وظيفه كذا ولا كذا. يا عم قدك تدري انه نحن بدوله صغير ما يشغلوش الا عيال القاوقات وانا ابي مش قاوق. اما على الاشغال الخاصه ما عاد في بيش اشغال قد فنشوا كل العمال. يا ابني طيب افتح لك بقاله ولا شيء. يا عم قدك تدري انه الحافه حقنا من الركن للركن كله بقالات بس ما عاد فيش فايده كلهم غلقوهم. اها طيب مغسله ولا بتقول لي الناس خلاص ما عاد في بهمش وساخه. الا في وساخه وعاده زادت في زمن الحوثيين بس قدك تعرف انه ما فيش كهرباء. يا ابني اشتي اساعدك انا ما يمكن اقبل خطوبتك وانت كذا عاطل باطل. طيب ايش رايك سوق الدكاكين الحقوقيه اسمع انه هذه الايام شغال قرعه افتح لك دكان حقوق. افتح لك دكان حقوق قدك تدري يا عم قدك تدري يا عم انه هذه الدكاكين المحترمه قد خلقوها وما خلوش الا الدكاكين المزوره والمنافقه. وقدك تدري انه ابنك مش مزور ابدا يعني قص اشتغلوا لك تقارير وهات لك يا خريط خريط وما عاد بقيش الا كم من منظمه لا ارى لا اتكلم لا اسمع ولا نقص. طيب اعمل زيهم. اقول لك يا عم. قل لي يا عم ولا حتى يا خاله بس خارقنا. لا خذوا على الدكاكين اللي تقول عليه ولا نقص خلينا على حقي ولا نقص الحاصل. اقول لك شوف الحلقه انت وبنتك احسن. السلام عليكم. شفتوا كيف قال لك افتح لك دكان حقوقي بيع واشتري مواقف نسق برمات اعمال ندوات خرط ومسوحات هلس وفرق ميدانيه وانت ورجالتك على قدر ما تعرف من البرامين الاجانب والمنسقين الهبارين بتطلب الله. نهبوا كل مركز ومنظمة حقوقية محترمة وتغلغلوا في المنظمات الدولية مكنونا احنا زواق الصغيرات وكوتا وبوتا ولما أقل موتا تحولت منظمات لحقوق السلالات النادرة 11,000 منظمة مجتمع مدني بمعدل منظمة لكل 2000 فرد اللي تسمع بهم 3 أو 4 منظمات بس الباقي منظمات تشيلني وأشيلك خارقني بخارقك وأخرى وقفوها والشغالين في هذه المنظمات أشكال وأنواع يا حجاب ربي بس منهم من يشتغل ساعة دواشين اللي يدخل ويهبله فلوس أها أنا معاك واللي ما يعطيلوش يقلب عليه على طول. سمحت لي شيل كلمة وطنية بالوسط لأنه هذا عمرهم ما يعرفوا حاجة اسمها وطن فقول حركة المتسلقين المطلبين الشحاتين المرتزقين ومنهم يشتغلوا ساعة المتفرطات يعني بالعدني زي المواتيات مكنون حنا سفريات ورايحات وقيات من دولة لا دولة وهات لك يا بدلات سفر وصرف ونفقات على ايش وبالاخير الحصيلة صورة سيلفي قم اي كذا ميدان في ساحة اوروبية. اما منظمات بليزة تصل بي فهي منظمات عيال شحيبر مكنون حنا بس الا تفصع وحقوق الزوجات وحقوق الطفولة ولما وصلوا إلى تجنيد الأطفال وزقهم في حروب أم سيد طلعت منظمات مع ربي ما لهاش دخل أذن من طين وأذن من عجين بعدين هم أم سيد مع ربي شهداء للجنة. لا وكأنه القصف العشوائي اللي يروحوا فيه بضحايا الأطفال في تعز ما هوش تخصصها منظمة عيال شحيبر بس تخصصها زواج الصغار مش قتلهم. عاد باقي منظمات حقوق المرأة شوفوا الحوثي ايش جهز لحقوق المرأة كتيبة البلطجيات بعد تخرج كتيبة المقالي كتيبة البلطجيات الحوثيات قبل يومين يعتدوا على أخوات وزوجات وأمهات المختطفين في سجون الميليشيا اللي بقى لهم سنة خلف القضبان وهم قاطعين الزاد. ها وبعدين بيقولوا علينا أنه نحن نشن حملات شنيعة جدا للحقوقيين المتعمقين جدا
أقل شي شخطة قلم وعادي غمضوا بعدين صوموا بدالها قضاء، ولا اعملوا تقاريركم تلتين بتلوث، تلتين للسلالة وتلث للشعب. ما نحسب انه نحن تصادمنا في قولة ما هيش حرب من طرف واحد وقامت بها ميليشيا ام سيد من صعدة لما عدن واكلوا الاخضر واليابس، ولا الان لنا سنتين وتقاريركم تدوشنا الاطراف المتصارعة. من المدنيين الذين سقطوا ضحايا من هذا العدوان. انت تسجل ولا ايش لو سمحت؟ ايوه ما تسجل. ليش؟ الكل بيصور. يا حجاب ربي، بس ما فيش مصارعة تستمر سنتين إلا عند الحقوقيين حق السلالات النادرة. العجيب إن المنظمات المهتمة بالسلالات النادرة قدرت توصل للمسيحيين اللي في سوق السمير في تعز وقالت إنهم بيتعرضوا لمضايقات. ما أدريش كيف هذه المنظمات تشوف إنه معنا مسيحيين في تعز وما تشوف شركات وجات اللي تنزل على الشعب يومياً. ومن عجائب هذه المنظمات شافت حديقة الحيوان حق تعز باعتبارها من السلالات النادرة وإنها بتتعرض لمخاطر الحرب والإهمال. طيب والأوادم في تعز ما همش من السلالات النادرة ولا كائنات مهمة؟ عادي كده يموتوا عادي؟ طيب والوفيات اللي يموتوا كل يوم بالحماء جالسين بدون كهرباء بالسواحل، هذا عادي؟ ما شفتوهمش؟ ما يبانوش؟ ما شفتوش التسلخات حقهم؟ طيب مرضى الفشل الكلوي اللي كل يوم بيموتوا بدون كهرباء، هذا برضو عادي؟ طيب اللي في بهم سرطان، هذا برضو عادي؟ لأنهم مش من السلالات النادرة، يموتوا عادي. باقي معانا ألطف شكل من شغل المنظمات، وهي منظمات الأصهور، تشبك وتشكل نظام عائلي مكتمل. يعني كذا تلاقي الأب مثلاً مسؤول أقليمي للتنمية الديمقراطية وعياله بدل ما يجيب لهم أتاري يقوم فاتح لهم دكان لحقوق الأطفال، وبناته بدل ما يجيب لهم عروسة يقوم يفتح لهم صالون لحقوق المرأة. والعجيب انهم كلهم بيندعوا الصرخة بعد مسيد وبيلعنوا امريكا واسرائيل على اساس انه هذه المنظمات يجي دعمها من بيت مال المسلمين للدولة العباسية. واما الاصهور الحقوقيين فقصتهم قصة، قصتهم قصة. اذا حنقات منه المرأة بدل ما يخرجه يوديه مول يجيب له بوكي ورد يقوم يراضيها بصف أم الشعب الغلبان، تقرير يحمله مسؤولية قتل نفسه، وكله عشان خاطر القمرية، خاطر السلالات النادرة. يعني نحن نتحمل بلاويكم ليش؟ آخر تقرير كان ناقص أنه يكتب أنه الضحية قتل نفسه وأنه هرب من وجه العدالة، ولما تقول له ليش يقول لك نشتي إجراءات معمقة ولقاء تحقيق دولية في المزاعم. لكن غارة عمياء على قولتهم أصطادوها بالأربع العيون. يا جماعة إذا في رغبة وفي عدالة وفي ضمير كان بيشتغلوا صح، ما فيش داعي للخبطة والحركات هذه. يعني عندكم أم الكل المفوضية السامية لحقوق الإنسان طلعت بيان وتقرير زي الفل بمهنية وبناء على شهود العيان والضحايا، لا هي اللي عقدتها ولا هي اللي بقيت ولا نفس.